السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، برحب بكم معايا في محاضرة جديدة من محاضرات جي اف اكس اكاديمي دوت نت. النهاردة ان شاء الله هنبدأ مع بعض اولى مراحل صناعة الفلوتنج كانيونز او الجبال المعلقة الخاصة بورشة عمل جزء من فيلم افاتار. طبعا هنبدأ جوه سينما 4D او تحديدا ببلجن الفيو الخاص بسينما 4D. هروح لفيو واوبجكت كرييت وهقول له ستاندرد هايت فيلد. طبعا مش عايز اخش في تفاصيل كتير علشان يعني وقت الورشه فعلا وقتها طويل جدا وكبيره جدا، ف يعني عايزين نختصر الموضوع. نعمل رندر نشوف الدنيا عامله ازاي. تمام، مفيش اي مشاكل. نروح بعد كده نطفي او نقفل السكرين بتاع الكاميرا، نروح للتوب نشوف نقدر نحط ده مثلا هنا، نقدر مثلا مش محتاجين نعمل له سكيل، احنا بس هنبعده شويه عن الكاميرا. تمام بالشكل ده كده. طبعا انا في 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 في, في الشكل الحالي بتاعي تمام، انا مش محتاج جراوند. تمام، بعد كده هخش ارجع لفيو تاني لاوبجكت وبقول له ايديت اوبجكت عشان اعمل ايديت للاوبجكت جوه الترين اديتور الخاص بسينما 4D او الخاص بفيو جوه سينما 4D. انا بتحرك برايت كليك وبلف عادي جدا. تمام، والبكره زوم ان وزوم اوت. طبعا انا عايز اطلع ده زي كانه طالع جبل مقلوب من تحت لفوق. انا هسيب ده زي ما هو كده على الوضع اللي هو عليه، مش هاجي يمته، هزود بس الديتيلز او مش هزود الديتيلز، هسيبها زي ما هي كده مؤقتا. ارفع الماكس بلين. على فكره لو انا عملت كده البلين ده اللي هو حد القطع، يعني لو ده عالي عن البلين ده هيتقطع، فانا عايز ارفع ده اخليه وليكن 200 بس علشان ابقى انا في الامان وبراحتي. طبعا استحاله ارفعه 200 متر يعني، واطفيه انا مش محتاجه. بدل ما اقعد اروح بالبينت وامسك الفرش بتاع الاريز واقعد ارفع بالمنظر ده، طبعا انا ممكن ازود البتاع وممكن ارفعه بالشكل ده كده، هيديني برضو الشكل اللي انا محتاجه وكل حاجه، لكن انا مش هشتغل بالطريقه دي. ممكن اشتغل بيها لكن انا مش هشتغل بيها. طبعا هنا الدنيا باظت، هروح اعمل ريسيت وارجع اقول له ماونتين مره ثانيه حاجه بالمنظر. بعد كده هروح على بيكت، ممكن اشتغل بالبريسيس الجاهزه دي، ممكن احط كانيون من هنا بالشكل ده، لكن انا ممكن هروح اعمله، اروح على بيكتشرز وانقي بيكتشر هي اللي تعمل لي الترين. طبعا انا هعمل بريفيو مفيش اي حاجه، ده العادي. هروح اضغط على لود بيكتشر، دي تنفع دي تنفع دي تنفع. ليه؟ لان انا عايز شكل تقريبا شبه مستطيل شويه، فانا ممكن اروح لدي واعمل اوكي. طبعا فحتت الجبل فانا هعمل كده علشان اعمل ريفرت او انفرت. لو انا زودت البروبورشنز هرفعه، ولو انا قلت له اد يبقى انا هستغل ده فوق الماونتنز. كويس وكل حاجه لكن في ديتيلز كتير قوي انا مش محتاج كده. ارجع تاني، ممكن دي لو عملت كده عملت انفرت ادتني اللي انا محتاجه. طبعا انا ممكن كليك يمين برضو والف زي ما انا عايز في بالمنظر ده كده. تمام 100 100، ممكن ارفع زياده كمان ده لو انا محتاج، ممكن اقلل. تمام بالشكل ده كده ارفع زياده بالمنظر ده. طيب انا ممكن اعمل اوكي، هلاقيها بالشكل ده كده، بس طبعا الديتيلز هنا قليله شويه. هعمل كنترول زد وازود الديتيلز بتاعتي اخليها 1024 في 1024، ما تزودش عن كده عشان الجهاز بتاعك ما يهنكش وما يقفش. هروح كده واروح اخد الترين رقم 5. هو 512، هي 512 512 يعني بيقول لك البيست ريزولوشن بتاعها 512 512. هقول له اوكي انفرت. اعتقد المره دي الديتيلز بقت اكتر بكتير جدا من الاول.
طبعا لو قلت له اد هيضيفهالي بالمنظر ده، اعمل اوكي، اداني الديتيلز اللي انا عايزها، قطعه لي طبعا لانه رجع لي ده ال 98، خلي 200. هل انا وقفت على كده؟ لا، ما وقفتش على كده. انا ممكن ان انا اقلل بس السايز بتاع البراش حبه، واجي هنا واطلع شويه يعني شويه زيادات، حاجه بالشكل ده. ممكن الفلو اقلله شويه بحيث اساوي، احاول بس ان انا اساوي البتاع. طبعا هو مش مطلوب انك تساويها قوي، لكن على قد ما تقدر ما تخليش، مش عايزين يبقى فيها اي فجوات. تمام، ممكن بالمنظر ده كده. ممكن اروح لسمير، بس سمير لو رحت لها على المنظر ده الدنيا هتقف. هقلل الديتيلز شويتين واروح على سمير، هي ضغطه واحده يعني، ضغطه واحده وما تسحبش، هي ضغطه واحده هيعمل لك المنظر ده. طبعا انا ارجع دي ل 200 مره تانية، هيعمل لك المنظر اللي انت شفته. هل انا هقف لغايه كده؟ ممكن تقف لغايه كده، وممكن انك انت تروح تحط مثلا كانيونز ماشي بالشكل او بالمنظر ده، واروح تاني تمام احط صورة. ممكن احط دي او لا، خلينا في دي. انفرت اد تمام بالشكل ده كده، اعمل اوكي، اديها لي بالمنظر. طبعا خلي ده 200 بالشكل ده كده. لو انا مثلا حطيت ماونتين طبعا كنترول زد، او ما فيش كنترول زد، ممكن نروح ل، هي اعتقد كده ما فيش فيها مشاكل. اه لسه برضو عشان اشيل حواف اللي تحت دي، ممكن اروح للكليب ماين بالمنظر ده كده، ارجع ازود ل 512 ل 1024. اه اداني اوفر 1 مليون. هعمل اوكي واستنى بقى عليه شويه، اني هرجع اخفاه تاني تمام بالمنظر ده كده. طبعا ممكن اريح دماغي واروح اعمل ريسيت تمام، واضيف ماونتين بالمنظر ده. يستحسن على فكرة نبدأها بكده، واحط الكانيون واروح لبيكتشر تمام، واجيب حاجة زي دي كده. هجرب اعمل انفرت، لا مش هتنفعنا خالص. حتى لو عملت اد هي ممكن والله، بس والله نجرب نعمل بريفيو، لا مش تنفع خالص. نروح ممكن نشوف، شوف دي هي سموث شوية. اه والله ممكن تنفع، هي دي تنفع. بس هعمل كده وارجع اعمل 1024 عشان تنفع، واروح بالمنظر ده واروح كده. ممكن دي، اه ممكن دي عشان فيها تعريج هنا، واقول اوكي هعمل كده وازود. طبعا هو عامل بلند، انا هقول له اد حطها لي فوقها تمام بالمنظر ده اهو. والله جميله مقبوله، اعمل اوكي. هحتاج كمان واحده، اروح لدي واروح لدي واروح اخد، ممكن اجرب دي واشوف والله لو هتيجي هتيجي مش هتيجي. والله ده الديتيلز مش بطاله، بس اقول له اد والله كويسة جميلة والله مفيش أي مشاكل. خلي ده بقى ب 200 عشان الحد ده كده، ونروح نحط بقى شوية إفكتس. نحط مثلا ستونز أو حجارة، ممكن نحط فاير
فاير تريز، ممكن كراترز، ممكن بيبلز، ممكن بيكس. تمام، الماين يقل سنة، تمام، وده يزيد 150 200، المهم لغاية ما دي تبقى بيضة. ماشي، حاجة بالمنظر ده كده. ممكن جرافلز، حاجة بالشكل اللي احنا شايفينه ده. اعمل اوكي عشان اروح الاقي الترين بتاعي بالشكل ده. طبعا سيلكت الترين عشان اعرف انزل كده. كل اللي انا هعمله ان انا هقوم جاي رايح قالب الترين ده، اروح هنا للكوردس واقول له سالب 180 بالشكل ده كده، واطلعه بالمنظر ده كده. لو انا جيت اعمل ريندر عشان اشوف، المنظر هلاقيه بالشكل ده. طبعا انا في زاويه بعيده عن الشمس، فانا هلف حوالين الترين كده مثلا كده. انا في زاويه في وش الشمس تقريبا. ماشي، والله مش مشكلة. نروح بقى للترين، نروح للترين نفسه، ونروح ل البلجن، ونروح لإيديت أو لأوبجكت، وأقول له إيديت أوبجكت ماتيريال عشان أحط ماتيريال للأوبجكت بتاعي. ممكن أخلص في الموضوع ده أحط ماتيريال عادية، ممكن أقول له ميكسد ماتيريال، وده اللي أنا بفضله. نروح هنا مثلا ناخد من ديسبليسمنت، ممكن ناخد روكس، ناخد روك 4. عايز تزود الديلز، قلل السكيل 8 من 10 مثلا، 3 من 10 طبعا عشان دي. يعني لو انا رحت كده ادي الشكل، هعمل اوكي مؤقتا وارجع اعمل ريندر اشوف هل هي دي اللي هتديني اللي انا محتاجه ولا مش هي. لا، هي اللي هتديهولي. تمام، هروح تاني ارجع للترين، واروح لدي، واروح لاوبجكت، واروح اقول له edit object material. اروح للتانية واقول له اديني مثلا حاجة للبيزك روك بحيث ان هي تبقى واخدة اصفرار شوية. هخلي ده 50% عشان يبقى في النص، وازود السموثنس بتاع البلند، واروح لاي نوع بلند من دول حسب ما انت عايز. الكيوبيك بيوفر انتشار احسن. طيب، دي 1 من 10 ودي 3 من 10. ممكن انا اخلي دي 3 من 10 هي كمان، واحاول اوزع الخامات على بعضها. يعني ده روك ودي البيزك روك. انا هروح لدي واقول له رايت كليك ايديت فانكشن، لان دي اللي خاصه بالديستريبيوشن. اول ما تعمل ايديت فانكشن هيفتح لك الفانكشن اديتور. هحط في الفانكشن اديتور، عايز احط مثلا وليكن فراكتال، واحط لازم تضغط في حته بعيده عشان ما ينزلكش اوفر رايت على اللي انت عملته، واحط مثلا نويز. ده نويز وده فراكتال. طيب، النويز والفراكتال الاثنين، واحد انا عايزه اشتغل سموز او تنعيم بيه، والتاني اشتغل تفاصيل او ديتيلز. طب الاثنين عايزهم في الديستريبيوشن. طب الديستريبيوشن اللي هي الانتشار. طيب الديستريبيوشن ملهاش غير نود واحده او عقده واحده، يا هوديها لدي يا هوديها لدي. طب انا عايز الاثنين يتحكموا لي في دي. في الحاله دي الفيو بيوفر لك حاجه حلوه جدا اسمها كومباينر. تمام، اسمها كومباينر. اضغط في اي حته قول له كومباينر نود، كل اللي هتعمله هتدي له انبوت وتاخد منه اوتبوت، بمعنى انك هتقول له الديستريبيوشن ادمجها لي مع الفراكتال. طبعا الفراكتال بيقول لك يا اما الروفنس اريا يا اما الالتيتيود، انا هشتغل على الالتيتيود عشان يعلي لي ويعطي لي الخامه، وادمج لي كمان
النويز. يبقى انت كده الاثنين دول بيخشوا في الكومباينر ويطلعوا لمين؟ للديستريبيوشن. ان شاء الله في الجزء اللي جاي نتكلم بقى على التحكم في البارامترز بتاع السمبل فراكتال والنويز.